تاني طبق هيبقى سلطه الجمبري بالكرنب الاحمر. نقول لحضراتكم على المكونات: كرنب احمر، جمبري نضف متقشر، فلفل حار، زعتر فريش، طماطم شيري، ثوم، كيبر. اول حاجه نسوي الجمبري بسرعه، اتاكد ان الثوم متقطع كويس، شويه من زيت الزيتون، نقول معلقه كبيره كفايه، وعلى ما الزيت يسخن ابتدي اجهز الايه الطبق. عندنا بقى اختيار من اتنين: ممكن نعمل دريسنج زعتر، خلينا نعمل دريسنج عشان ايه نعمل فينيجريت. حط الزعتر، حط فص ثوم بس هنهرسه شويه، شويه ملح صغيرين علشان بنعمل دريسنج، فعايزين نبقى عاملين معجون، عاملين الثوم معجون. ندوس، نخلي بالنا من ايدينا، نبعدها عن سن السكينه، وادي كده ده جاهز. شويه زيت زيتون، معلقتين ثلاثه، ابتدى الزيت ريحته يطلع، هبتدي على طول احط الثوم. وبعدين شويه صغيرين كمان من الملح، انا حطيت ملح في الثوم، خلي بالنا من نقطه الملح دي علشان ما يزيدش فالطعم يبتدي يلخبط. هاخد يا دوب سنه ميه صغيره قوي ونقطه خل، نحط الجمبري قبل ما الثوم ياخد لون زياده. طبعا اللي بيحصل ده علشان في ميه في الجمبري، هنخلي بالنا عشان في هوا بس بيجيب الزيت السخن عليا. ده الجمبري زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم في دقيقه ونص دقيقتين وبيكون استوى. نحرك بس كده علشان ما يلزقش، مضرب، ونقلب الفينيجريت. الميه اللي انا حطيتها دي علشان تخلي الصوص بتاع السلطه يبقى فالف، يعني يمسك على اي حاجه هنحطها عليها. خليه جنبينا كده، نشيل اللي خلصناه، نقلب الجمبري، مش هحط عليه ملح، لو حطيت عليه ملح هينشف، الملح هيطلع الميه منه وهينشفه. كده فاضل عندي الفلفل الحار، نقول نص كفايه من كل واحده، طماطم الشيري والكيبر هخليهم زي ما هما، هناخد بس نص الكرنب الاحمر، ركز مع الجمبري كده كفايه قوي علشان ما يبقاش ايه ناشف، عشان بقى اللي موجود في الطاسة البهريز دي اخدها نحط خل كده، وما تقلقوش من كمية الخل ده، الطعم القوي اللي فيه هيطير، بس هيطلع لي اللي لزق في الطاسة ده علشان يبقى ايه الطعم مظبوط كده. ده تمام، فاضل عندي ان انا اقطع دي